فقرتنا الصحية يمكن كثير مهمة، كثير من الناس اللي عم يتابعونا في كثير نسبة مصابة بمرض السكري. اليوم رح نحكي على النظام الغذائي الصحي المتوازن، قديش هو من العوامل اللي بتأثر بشكل كثير كبير على القدرة بتحكم بمرض السكري، وخاصة عند الشباب، سكري الشباب. لنحكي عن الموضوع أكثر معنا أخصائية التغذية الدكتورة سواد الغبرة. يسعد صباحك. يسعد صباحكم يا رب. اهلا وسهلا. صباح الخير دكتوره، وان شاء الله هيك عرضيه. ان شاء الله انتزعت سياره الدكتوره وقفت قبل بثواني، فبنقول يلا ان شاء الله هيك خير. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. دكتوره خلينا هيك نتعمق اليوم بحديثنا ونحكي عن الغذاء الصحي والصحيح لمرضى السكري. يمكن كثير بيقولوا كلوا هيك ما تاكلوا هيك، بعدوا عن هيك، قربوا من هيك، خلينا نحكي بالتفاصيل اكثر. هلا ما شاء الله صارت الثقافه العامه كثير في وعي، صار في عندك يا تناقل معلومات، بس المشكله انه بهالفتره في معلومات عم الغلط عم تمشي مثل الصح. يعني الافكار كثير ما عاد صفي في مرجعيه نعرف نسال انه هاي المعلومه صح ولا لا. كل واحد نظريته، كل واحد قصصه، لكن انا على المدى الخبره الطويله بقصه التعامل مع الغذاء الصحي لقيت حتى الاجسام هي كتالوجات، يعني ما يكون صحي لإلي ممكن ما يكون غير صحي لغيري. فهذا الشيء لازم الانسان يختبر جسمه على المدى الابعد، بصير عنده خبره بجسمه، شو اللي بيحرق معه وشو اللي ما بيحرق، شو اللي بيناسبه عندك اياك، شو الامراض الوراثيه بعائلته، كيف هو ينتبه يعمل عندك اياها فرمله لاشياء معينه دون اشياء اخرى. فهي الامور هي كلياتها بصير الواحد وقت هو بيدور على المعلومه الصح باذن الله بيلاقيها. هلا اهم شيء عندنا اياه بالنظام الصحي الانسان انه هو يحافظ على وزن مثالي لانه هلا بغض النظر انه انسان مثلا عم يزيد عنده يا بالاستقلاب الزمني، كل 10 سنوات انسان بيزيد 3 كيلو 4 كيلو ما اشكال، لكن ما يخلي حاله اذا ما عم يعرف ينزل وزنه انه ما يخلي حاله يزيد. هلا انا اذا ما كان عندي يا قدره انه انا اتابع ريجيمات وانظمه وهالقصص، انا بقول له لا، المريض تبعي انه لا، انك ما عم تعرف تنزل لا تطلع، لانه كل كيلو فوقه حيكون بسماركه بس للكيلو اللي تحت منه. هي اول نقطه. النقطه الثانيه اني انا مو غلط اني اعمل خطه انه كل شهر نزل كيلو، مو ضروري بريجيمات، باي حركه معينه انا بعرف اكله معينه ممكن تنزلني، انا بعرف حركه معينه ممكن تنزلني، انا بعرف اني اذا قطعت هالوجبه ممكن تنزلني. في ناس اذا قطعت وجبه الفطور بتنزل، في ناس اذا قطعت وجبه العشاء بتنزل، في ناس بتفكر انه مثلا انا العشاء الصحي انه انا لازم الغي الاكل، مو لكل الاجسام هي. يعني انسان عم يشتغل من الصبح للمساء ولا لقمه فايته على جسمه ونظام حياته هيك عمله، تيجي تقولي له قطع العشاء، لكن فيك تقولي له قطع الخبز من العشاء. في اشياء هو حسب الانسان ما يصير عنده اياها، بيقدر ممكن يتحملك نظام حياته يوم يومين، بعدين بيصير انه وقت بتعطي حلول غير مستحيله على مستحيله التطبيق، الافضل ما تعطيها. يعني هي الامور هي اذا كان الانسان منطقي وواقعي مع حاله هون بينجح. هي بنحكي فعلا يمكن للنظام الغذائي للجسم السليم، بس اذا بنحكي عن مرض السكري خصوصا عند الشباب، قديش فعليا النظام الغذائي بياثر بشكل كثير كبير؟ المشكله في معلومات وفي ثقافه عامه، بس ما في التزام، واحيانا في تناقل المعلومه مغلوطه. يعني نحن بنلاقي مثلا انه لازم يعمل حميه يخفف سكر، بتلاقي لا ما كثير ملتزم فيها، بيلتزم فيها شهر الشهر الثاني لا، فبتعمل اثار جانبيه نوعا ما. صح. هلا حكينا الحلقه الماضيه على السكري النوع الثاني، الحلول تبعه نوعا ما. اذا بدي ركز اليوم على السكري النوع الاول، وكل عالم تعرف انه هو مرض مناعي، مشكلته الانسولين مع مين فرز من الهي، حتى ما يتداركنا الوقت ويسمع المريض السكري النوع الاول. اولا هذا المرض كل الاطباء بيقولوا له انت لا تشفى منه، يعني عرفتي كيف علي؟ هلا في شغله نحكي حكي واقعي تماما، الفكره بده يضل معتمد على الانسولين لفترات طويله من حياته لانه ما في عادي الانسولين البديل. هلا الفكره حاليا بالابحاث العلميه الجديده عم يعملوا هلا تحليل، هو تحليل ليعرفوا قديش كفاءه البنكرياس جزر لانجرهانس اللي شغال البقيانه بالبنكرياس. فاذا كانت عندك وظائف البنكرياس عندك اياها ما تبقى منها 5% لسه فعاليتها، عم يصيروا في بعض الدراسات والابحاث العلميه اللي برا عم يحاولوا انهم ينشطوا الخلايا الجذعيه بما تبقى من فعاليه هي جزر لانجرهانس. هلا انا برجع بقول كاخصائيه تغذيه ما فينا نفوت بتفاصيل
قليل هذا الحكي، لكن في امل وفي علاج وباذن الله. فاول خطوه لازم يعملوها الاهل لا مريض نوع السكر، ان كان طفل ولا كان شاب العمر او هي، انه يعرف انه كل شيء له حل تماما. هي نقطه. اول شيء يتجه يعمل فحص وظائف البنكرياس، قديش كيف وظائف الكليه، قديش بقيان منها عم يشتغل حتى صنفها باي مرحله. هلا في حال في عنده قسم معين لسه شغال بيقدروا ينشطوا الخلايا الجذعيه بهالمناطق هي. النقطه الثانيه اهم شيء لمريض السكري النوع الاول انه ما يصير عنده يا تهيج مناعي، لانه اذا تهيج المناعه عندنا يا حنضطر لانسولين بنسبه عالية اكثر. هي النقطه هي كلياتها بتعمل له مشاكل صحيه على المدى البعيد. انا نجاحي مع مريضي السكري النوع الاول اذا انا عرفت خفف له جرعه الانسولين، وحيث خليه ما يحتاج لنسبه انسولين عاليه، بغض النظر انها عم تطلع من جسمه ولا عم تجي من برا. انا معدل الانسولين اللي عم يدخل جسمه يكون كميته قليله، وانا ساعد الغدد الاخرى عندك يا على افراز حتى تحمل العبء تبع السكري تبع البنكرياس. انا في عندي فيني نشط كبد، فيني نشط الغدد اللعابيه، هي كلها ما بتخليني انا احتاج لنسب انسولين عاليه. لكن الفكره اللي منوع فيها انه مرضى الشبابي انه هن النحفه يعني غالبا ما بيكونوا كثير عندهم الكتله تبع الجسم تبعهم منخفضه، وحبيات الخفض السكر كمان بتاكلهم من نسبه الدهون تبعهم والقصص هي. وهون بقى كمان ننتبه انه نحافظ على الكتله العضليه تبعهم. هاي الامور هي كلياتها النجاح برجع بقول مع مريض السكري النوع الاول نفحص بنكرياسنا، نعرف شلون نحاول انه نخفف العبء على هذا البنكرياس، نحافظ على نظام الجهاز المناعي حتى اذا شغلنا شيء قسم منه ما يصير ترجع المناعه تاكل اللي انا اشتغلت عليه. الفكره الثانيه يضل يتابع، لانه هي الابحاث عم تتطور، لكن نحن صايرين بغض النظر اي انسان تعطيه انه مفتاح، مو انه مفتاح، انه تقولي له انه انت ما بتشفى، ما بيعود بيلاحق حاله، يعني ما بيعود بيلاحق الأبوه. وهذا كثير اكبر غلط الواحد يقول له انه مريض السكري النوع الاول لا يشفى. هي النقاط المهمه. نيجي على عامل الغذاء، شلون ننشط الغدد اللعابيه حتى نخفف نسبه الانسولين وهالامور هي. اهم شيء لمريض السكري النوع الاول يعلك العلكه عندك اياها قبل ما ياخذ الابره تبع الانسولين عندك اياها فورا، من تصير اذا بده يحتاج 20 وحدة مثلا بصير بيحتاج 15 وحدة. الغدد اللعابية بتخلي الجسم ما يطلب عندك يا أولا، بتفكك السكريات بالهي وبتمنع الامتصاص العالي للسكريات داخل منطقة الاثني عشر. في كمان عندي يا تنشيط العصارة الكبدية، في مادتين عندي اياهم انا كثير بلاقيهم رائعين مع مريض السكر النوع الاول، هي البان الذكر. بان الذكر عنده يعني مثل ما بيقول بيضرب عصفورين بحجر واحد. شلون يعني هذا الحكي؟ بان الذكر اولا بنشط العصاره الكبديه فبتحمل عبء عن غده البنكرياس. النقطه الثانيه جماليته البان الذكر بيعمل تنظيم مناعي، ما بيخلي الكريات اللي هي عم تهاجم الجزر لانجرهانس. دكتوره شو هو بان الذكر؟ هذا ماده نباتيه معروفه مثل البخور. هلا هي في انواع منها تستخدم بالهي، لكن في انواع منها تستخدم غذاء. طيب وهي مضاد اكسده تماما. يعني نحن عم نشوف معلومات كثيره على الانترنت والسوشيال ميديا عن بان الذكر، ولكن لما بنروح على الحريقه على الحماديه عفوا بيعطوك اياها نخبتها. شو لازم نحن ناخذها؟ ناخذها جودتها نوعا اول. كيف لازم تتاخذ؟ ايوه بتنطحن. في ناس فيها بيعبوها بكبس لانه هي شديده المرار. في ناس بيقدروا يعلكوها تماما. جماليه مراره هو اللي بيعمل فيها العلاج اساسا. هي منين بيجي العلاج الساحر؟ لانه هي فيها مركبات نباتيه تشبه مفعول الكورتيزون لكنها ما لها كورتيزون. هلا الكورتيزون يصنف كدوائيا مثبط مناعه، وانا بدي تثبيط مناعه لكن مو بدي اقتل المناعه. هذا المشكلة مع الأمراض المناعية، أنا بدي نظم مناعة، بدي المناعة تهاجم جرثومة، مو تهاجم خلية بجسمي سليمة. فهذا مدمر للشيء هذا. وهي الأمراض المناعية مثلا إذا هاجمت خلايا عصبية بتعمل ممكن تصلب لويحي، هاجمت زغابة معدة بتعمل سوء امتصاص. الأمراض المناعية مو سبب العضو المتضرر فيها، الأمراض المناعية سبب جهاز مناعي. غالبا الطب التقليدي بيقول لك سبب مناعي مجهول السبب، ومعظم الأمراض المناعية استعداد وراثي عامل نفسي. يعني انا المناعه وقت التوتر والستريس بيظهر او الخوف او الرعبه او صدمه نفسيه او اي صدمه بتعمل شوك بالجهاز المناعي، فبتصير الخلايا المناعيه بتهاجم جسم الانسان بحد ذاته فبتدمره من حد ذاته. فهي القصص، هي الماده هي منظمه مناعه، لا بتخلي تثبيط مناعي مثل الكورتيزون
وبنفس الوقت ما بتخلي عندي المناعه تروح تهاجم خلايا جسم. هون بنجح بقى اذا بدي نشط قسم معين من البنكرياس. النقطه الثانيه، الماده المهم غير العلك تبع، حتى في ماده البان الذكر ممكن اني انا اعلكها، بس هي شديده المراره وعلى اطفال يعني بالنسبه لنا هالامور هي. النقطه الثالثه اللي بيهمني امرها، عندي ماده زيت الزيتون تتاخذ قبل كل وجبه، خاصه عندي اياها لمريض السكري، هي بتحفز الطاسه الجزر الشغاله بالبنكرياس. فهي الوصفتين هدول رائعات لهالاشياء لهذا الشيء. والنقطه الثانيه بنتمنى ان شاء الله يكون في صحه وعافيه وتبقى بعض الخلايا شغاله، وهي هي مفتاح النجاح بهالعمليه. يمكن معلومات عم نتعرف عليها كثير مهمه معك دكتوره صواب. خلينا نحكي يمكن لكل الاهالي اللي عم يتابعونا، مثل ما قلنا يمكن مرض السكري هو مرض دائم، بس يعني فينا نحافظ على توازن الجسم وما له اثار سلبيه طول ما انت ملتزمه بالدواء، بس خصوصا عند الاطفال يمكن مثل ما قلتي مثلا عم نحكي عن كثير من المواد ما بيقدروا الاهالي يتعاملوا مع الاطفال خلال هيدا الموضوع، شو الحلول البديله فينا نقول؟ مثل ما قلنا فينا نحطهم بكبسول ونخليهم نطحنهم، فينا نخلطهم مع علكه مسك اي مسكه عاديه الاولاد بيحبوها ممكن يضيع المرار فيها، فينا نعمل هلا زيت الزيتون ممكن نحطه مع الزعتر للولد، بس ما يكون معه خبزه يعني مبلوع ناخذه مع شيء مش لحاله طبعا. بس انا ما بدي يكون في الوجبات يكون واقعي، ليش انا بقول كل انسان له كتالوجه له طريقه تعامله تختلف صح، فهذا حسب شطاره الاهل الام فهمها بتعرف هذا الولد بحب هالاكله فيني ادخل له اياه بدون ما يحس، والطفل يعني بحد ذاته يعني انت بالشغلات الزعتر فينا نرش ماده اللي بدنا اياها بدون ما اقول له ماما انا بدي اعطيك دواء لانه يكفي الما، هذا الولد بياخذ تقريبا 4-5 ابر باليوم يعني، وبشوف رفقاته سويين وما بيلاقي حاله الا هبط سكر واخذوه اسعاف، فهي الامور هي كلياتها انا بقدر معاناه مريض السكر النوع الاول، فهي خاصه اذا كان طفل وخاصة معاناة الأهل، يعني هي مو شيء سهل، بس كمان بإذن الله تعالى ما الله ما وضع داء إلا وضع صحيح. معه شفاء إن شاء الله. وأبدا أنا ضد فكرة إنه ما له شفاء صحيح، الله يحمي كل الأولاد يا رب وكل مريض يا رب. دكتورة بالختام بيقولوا لنا تعدد الوجبات لازم لمريض السكري، هل أنت مع أو لا؟ السكريين كم حبة لازم ناخدها بالنهار؟ الخبز نبتعد كليا عن الخبز الأبيض لكل مرضى السكري؟ هي ثلاث معلومات خلينا نختم فيها. هلا أنا ضد الوجبات المتعددة، أنا مع الصيام المتقطع لمريض السكري، حكينا عنها الحلقة الماضية مشان ما نطول على الهي. أنا الصيام المتقطع جدا. النقطة الثانية السكريين أنا مو معجبة فيه، لأنه جزيء ضخم بترسب بالكلاوي، وأنا على فكرة بعد فترة معينة بيعمل نفس مفعول السكر بالجسم على المدى البعيد إذا تحفز عندك ياها تأثيره على خلايا تحت الدماغ. الشغلة الثالثة قلتي لي السؤال شو الثالث؟ إنه نحن حكينا عن الخبز. الخبز، الخبز أنا بحد ذاتي أنا بحسه مادة سامة للجسم. إن كان أسمر ولا أشقر ولا شوفان ولا هي، نحن مشكلتنا ثقافة تجي تقولي لشعب صلوا من 1900 وما قبل التاريخ بيستخدم الخبز، بتقولي له إنك تقيمي من هذا الحكي، لكن كل آفات الكولون تبعنا، كل آفات الأمراض المناعية من وراء الخبز. هلا أنا اللي بيقوله إنه إذا أنت بتستهلك يومي أسبوعياً مثلاً ربطة خبز كجسمك أنت حاول تساويها نص. إذا أنت بتستهلك عندك يا ثلاث خبز أسبوعياً؟ إيه في مننا بيستخدم باليوم في رجال طبعاً إذا في عندك يا نعم، أنا عم بحكي كسبيل على سبيل المثال، أنا ما بقدر أقول اقطعه فوراً، لكن أنا مالي أبداً أشجع الخبز. الخبز سبب البطن، سبب الأمراض المناعية، سبب الكولون، مو لأني أنا ضد القمح والأمور هي كلياتها، الجلوتينات هي المواد اللي هي المشكلة فيه. أنا كمان مو ضد يعني مو قصة، وحتى مع الكربوهيدرات عندي إياها ناخذها بفهم، بحيث إنه بعد أي لقمة خبز عجين فطاير هالأمور ياخذ الإنسان معلقة خل. قلنا معلقة الخل كثير رائعة بتقلل امتصاص الجلوكوز بالاثني عشر، بتخفف العبء السمي لهي المواد العجينية والقصص هي. بعدها مباشرة يعني بعد شي 5 دقائق 10 دقائق يعني تكون موجودة معه تلي، يعني كيف نحن بنشرب شاي أخضر بعد وجبة عندي إياها دسمة أو هالأمور هي،
كثير بيلاقي حاله هضمه اكثر بشكل كثير منطقي. وانا اذا بدي استفيض بهالامور اكيد رح نفوت بالوقت الاخبار، بس يعني انا اللي الفكره الاساسيه ثلاث اشياء بكره بيعرفوا على المدى البعيد اذا الواحد قطع من حياته بيلاقي حاله فرق. والسكر الابيض، لكن السكر الابيض الصح قطعه تدريجيا حتى ما يتاثر تركيز الدماغ. تمام؟ دائما يمكن معك معلومات مهمه ومفيده نتعرف عليها دكتوره التغذيه الدكتوره صواب الغبره، بنتشكرك. مثل ما قلتي ما في مرض ما له علاج، بنتمنى بالقريب العاجل يكون في علاج لمرض السكري. شكرا كثير. يا اهلا وسهلا فيكم يا دكتوره صواب الغبره، شكرا كثير لك، واكيد نحن مبسوطين بوجودك معنا. شكرا كثير، يسعد صباحك.